صباح الخير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم الجمعة بإذن الله بتستقر الأجواء في عموم مناطق المملكة، وطبعا بتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بقليل باستثناء المناطق الشمالية، إذ أن هناك نشاط في سرعة الرياح في هذه المناطق رح تكون بإذن الله مثيرة للغبار. أما كيف رح تكون درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم الجمعة في العاصمة الرياض؟ 29 مئوية مع أجواء صافية ومشمسة، الملموسة 27 ونسبة الرطوبة 30% وسرعة الرياح 14 كيلو متر في الساعة لتكون جنوبية خفيفة السرعة. نستعرض إياكم درجات الحرارة في باقي مناطق المملكة ابتداء شمالا، وسكاك نهارا بتسجل 30 ليلا 11، عرعر 29 نهارا 13 ليلا، وتبوك سرعة في الرياح 24 نهارا 10 ليلا. وننتقل الآن إلى المناطق الغربية والمدينة المنورة، 31 نهارا 17 ليلا، جدة 32 نهارا 21 ليلا، ومكة المكرمة 36 نهارا 22 ليلا مع أجواء غائمة جزئية، والطائف 24 نهارا و13 درجة مئوية بتسجلها ليلا مع أجواء غائمة جزئية. ننتقل الآن إلى المناطق الجنوبية الغربية والباحة، 22 نهارا مع رياح نشطة مثيرة للغبار 14 ليلا، أبها 22 نهارا أيضا 12 ليلا مع أجواء أيضا مثارة بسبب الغبار، أجواء مغبرة بسبب نشاط الرياح، وجازان 31 نهارا مع غيوم متفرقة و26 مئوية بتسجلها ليلا. ننتقل الآن إلى المناطق الشرقية والدمام 27 نهارا 15 ليلا أجواء مشمسة، حفر الباطن 29 نهارا 16 ليلا، والإحساء 27 نهارا 13 ليلا مع أجواء مشمسة بإذن الله. أخيرا ننتقل إلى مناطق الوسطى والرياض 29 نهارا 16 ليلا، بريدة 31 نهارا 15 ليلا، وحائل 30 نهارا و8 درجات مئوية بتسجلها ليلا، والله تعالى أعلى وأعلم. بالنهاية متابعينا بدي أذكركم تعملوا اشتراك على قناتنا على اليوتيوب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس اللي هون. بدي أتمنى لكم جمعة مباركة وإلى اللقاء.